أعطاك القوة ومنحك الذكاء ووهبك الثروة وتتواضع للناس. رد الرجل الشرير: أحب المواعظ. قال الرجل: لكن تذكر أن الله الذي أعطاك القوة والثروة قادر على أن يحرمك منهما. ولكن الرجل الشرير أخذ يضحك ويضحك وقال للرجل: انصرف أيها الرجل المسكين، انصرف من أمامي فإني لا أحب أن أراك أبدا. مرت الأيام والرجل الشرير بالضعفاء وتواضعا لهم. بينما يزداد الرجل الشرير قسوة وغلظة وتكبرا، في إحدى ليالي الشتاء الباردة هطلت على القرية أمطار غزيرة جدا، أمطار لم يرى الناس مثلها من قبل. أصابت مخازن القرية بالضرر الشديد. خرج الرجل الطيب يستغيث بالناس، يصرخ بأعلى صوته طالبا العون ألا يغرق المخزن الذي يضم بضائعه الكثيرة. وخرج الرجل المتكبر يستغيث بأعلى صوته يطلب مساعدة الناس. أقبل الناس يساعدون الرجل الطيب فأنقذوا بضائعه من الغرق. أما الرجل المتكبر فلم يجب نداءه أحد وأدركت المياه بضائعه، فخسر أمواله كلها في ليلة شديدة الأمطار. لو كنت قويا جدا كالجبل العالي، لو كنت الأذكى عقلا في كل مجال، لو كنت قويا جدا كالجبل العالي، لو كنت الأذكى عقلا في كل مجال، لو كنت قويا جدا كالجبل العالي. فتواضع لله تعيش في أطيب حالي.